مرحبا واهلا وسهلا فيكم ببداية جديد. اليوم حابة اعطيكم بدائل المشروبات الرمضانية، مشروبات بتحتوي على نسبة عالية من السوائل بس ما بتحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية. قبل ما ابلش بالفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. وهلا يلا نبلش. اول شيء لازم نحن نرتكز عليه ونفكر انه نشربه لما نحس بالعطش هو المي، هيدا بالدرجه الاولى. هلا اذا نحن عبالنا نشرب نوع من العصائر، من الافضل انه نرتكز او نلجا بالدرجه الاولى لعصير الحامض. يعني مثلا نكون عم ناخذ ليموناده، يا مثلا نحط حامض مع مي من دون سكر، او فينا نزيد عليه السكر الاصطناعي، ومن الافضل يكون اكيد مصادره نباتيه. هلا عصير الحامض بيحتوي بين 8 ل 12 كالوري بالكوب الواحد، فإذا نحن كنا عم ناخذ كمية كثير صغيرة من الحامض زدنا عليهم مي وما زدنا عليهم سكر أو زدنا عليهم سويتنر، حنكون عم ناخذ كمية كثير قليلة من السعرات الحرارية، وهذا الشيء حيفتح لكم مجال أكثر إنه تشربوا كمية أكثر. هلا رح أعطيكم وصفة بسيطة بتساعدكم إنكم تشربوا أكثر من العصائر وبنفس الوقت ما بيحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية. اول شيء بدنا حامض، يعني انتم بحاجه لتقريبا ملعقه لملعقتين من عصير الحامض. اكيد هذا الشيء بيختلف حسب الشخص قد ايه بحب تكون طعمه العصير حامضه. زياده عن هيك نحن بحاجه لنص حبه ليمون ماكسيموم، يعني انتم فيكم تقللوا فيكم تاخذوا نص حبه ماكسيموم، تعصروها كمان تاخذوا عصير الليمون وزياده عليها بتزيدوا عليها الحامض وبتزيدوا عليها المي. هون انتم بتكونوا بهيدي الطريقه عم ترتكزوا على السكر الموجود بالليمون بس ما عم بتكون عم تاخذوا حبه ليمون كامله ولا عم تعصروا كبايه ليمون، يعني انتم ما لكم بحاجه لحبتين ليمون او اكثر من حبتين ليمون. فبهيدي الحاله نحن ما بنكون عم نتعدى 45 كالوري بالكوب الواحد من العصير، كمان هيدي طريقة فعالة. زيادة عن هيك نحن بنقدر نستعمل مثلا الحامض مع عصير الرمان او الحامض مع عصير الليمون وشوي من عصير الجزر وغيرها من الخيارات، فهيدي ترجع لكم بس من المهم ما يكون الفواكه بيحتوى على نسبة عالية من السكر مثل التوت مثل العنب وغيرها. هلا شو هو النوع الثاني من العصير اللي حنقدر نستعمله؟ كمان بنصحكم انكم تجربوا طريقه نقع المي بقطع من الفواكه او الخضار، يعني مثلا قطع من الحامض، النعنع، الليمون، الفراز، المانجا وغيرها. كمان هيدي الطريقه بتساعدكم انكم تكونوا عم تشربوا مي منكهه، فيكم تزيدوا عليها الثلج وبنفس الوقت ما بتحتوي على نسبه عاليه من السعرات الحراريه. ناخذ عصير الجريب فروت كمان بيحتوي على نسبه اقل من غيره من السعرات الحراريه، تقريبا بيحتوي على 70 كالوري بالكوب الواحد. اما عصير الجزر فبيجي من بعد الجريب فروت لانه بيحتوي على نسبه اعلى من السعرات الحراريه، بيحتوي تقريبا بين 96 ل 100 كالوري بالكوب. بالنسبه لباقي العصائر ممكن عصير البطيخ حسب كمان نسبه السكر الموجوده بقلبه، بس كمان اكيد بنصحكم انكم تركزوا على العصائر اللي حكيت عنها. باقي العصائر مثل عصير العنب، التوت وغيره كمان بيحتوي على نسبه عاليه من السعرات الحراريه. عصير الليمون احنا بحاجه لاكثر من حبتين ليمون، حبة ليمون تقريبا بتحتوي على 60-65 كالوري، فنحن إذا بدنا نعصر كوب واحد بدنا على القليلة حبتين من الليمون، فحنكون عم ناخذ تقريبا 120 كالوري. أو تكونوا عم تركزوا على هيدي الأنواع اللي حكيت عنها بدل من إنكم تاخذوا أنواع تانية أو المشروبات الرمضانية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا منه، ما تنسوا تعملوا لايك شير تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد، وبس بشوفكم بالفيديو.